دلوقتي عامر منيب الله يرحمه توفى في 2011، انت كان عندك كام سنه؟ 14 يعني فاهمه وفاكره كويس. وانت يا زينه؟ 12 كانت لسه تم 8 قبلها بثلاث ايام بالظبط، يعني هو يعني 23 واللي حصل ده حصل 26. بس فاكرين قبل كده لما كان بيعمل بروفات ويروح يغني كليبات ولا لا؟ كنت في المدرسه فيه وفيه بصراحه يعني هو فيه وفيه، يعني انا فاكره كويس قوي مشهد بالذات فيلم الغواص. زينه كانت عندها بوبي ده تمثال، فكلنا اكيد، بس زينه كان ممنوع ينزل فرح يغني، ممنوع ينزل، ممنوع يعمل اي حاجه، بقعد انام بقى على الباب بقى، كانت بتنام على الباب بقى وكده، مش هينزل ابوسه والنبي كده بقى. بوبي كان بيعمل ايه؟ كان بيكون لابس خلاص نازل يغني، نازل عنده فرح فمتاخر، وبيجري بقى في بيته لابس وكده، وزينه تلقطه تتعيط تنام على الباب بجد بقى، بتنام على الباب والله ما هتنزل. فجأة يقوم عامل يلبس الروب بتاع البيجامه زي كانه داخل، طب يلا هننام، يدخلها يا نايمه لحد ما يتاكد ان هي نامت ويقوم قالع يا جبروتك. والله العيال يعني هو يعني الرزله. ايوه انا بجد الرزله. انا كنت واحده منهم. لا يعني مره كان عنده حفله في مارينا بس زمان شويه، حتى هو لما طلع كان متاخر قال لهم معلش يا جماعه انا اسف بناتي اخروني، هي حبيبتي دي الفضيحه. دي الفضيحه. ايه من اغانيه فاكرين مثلا هو بيصورها او لما نزلت يعني؟ لا اي اغنيه اتصورت احنا ما كناش بنروح، لان اكتر حاجه كنا بنروحها كان الافلام. الافلام الأغاني. طب احكوا لي كده ذكرياتكم مع الاغاني الحلوه او الافلام. وياك، عارفه اغنيه وياك؟ طبعا. احنا كنا واقفين انا وزينه، احنا كنا صغيرين قوي بس انا بجد فاكره، كنا انا وزينه وخالد ابن عمي كنا واقفين، فبوبي كان عايزنا نكون معاه في الاغنيه عادي، اللي هو هتلاقي ولد صغير واقف في لقطه معينه هو بيزقه، فهو كان عايز اكون واقفين معاه في الحته دي، بقينا واقفين احنا الثلاثه بجد، ده ابراهيم هو ده اخويا ده متربي معانا برده، بس هو اكبر مننا بسنتين فهو كنا واقفين، فكان عايزنا نبقى معاه، بنقف اول ما يقولوا خلاص بيبتدوا بقى، اول ما الكاميرا بتكون نازله عليه نطلع احنا الثلاثه نجري في نفس الوقت، بنخاف الكاميرا الثلاثه كنا قد كده. فابراهيم قال خلاص انا هعملها، وقف بس عمل. دي اكتر حاجه انا فاكراها يعني. اغنيه وياك، انا سمعت انه في اغنيه من الاغاني المشهوره جدا لعمرو دياب كانت معموله لبنت من البنات دي، زينه. عارفين اغنيه العالم الله؟ اغنيه مشهوره جدا عمرو دياب، كانت اصلا عمرو مصطفى عاملها لصديقه عامر منيب. احكوا لي بقى الملابسات دي. هو كان عمرو مصطفى عاملها عشان زينه اول ما اتولدت، فهي حتى هو الكلام كان بيقول له مبروك يا عامر يا منيب بنتك زينه يحميها لك الله، فهي الاغنيه الله بالظبط. ايوه بالظبط كده. لا قولي تاني بقى عشان احنا لما نغنيها تاني قولي بقى مبروك. مبروك يعني احنا كل اصحابنا بنغنيها كده في الحفلات لما بتيجي بنغنيها كده. لا طب قوليها لي باللحن. مبروك مبروك يا عامر يا منيب، مبروك يا عامر يا منيب، بنتك زينة يحميها لك الله 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 الله. بعدين اول ما الاغنيه تيجي بنغنيها كده، ايه ده عمرو دياب نفسه؟ عمرو دياب هيكرهنا دلوقتي. لا اصلا لما بيشوف بيغنيها لها كده. ايوه ماشي يغنيها لها في البيت، انما دلوقتي كلنا لما نسمع الاغنيه عمرو دياب هنفتكر زينة. يعني احنا كده ابيض مش هينفع. احنا اسفين. ذكريات ذكريات. مبروك يا عامر يا منيب. طبعا.